في الكلمة الافتتاحية للاجتماع أكد رئيس الحكومة على الأهمية البالغة لورش تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية التي تتماشى مع العناية السامية التي يخص بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس العالم القروي لفك العزلة عن الساكنة القروية وتحسين ظروف عيشها. تقييم العملية هو جد إيجابي، برامج اللي أعطت صدى كبير عند المواطنين يعني في المناطق القروية والمناطق الجبلية، أكثر من 14 ألف كيلومتر ديال البيست وديال الطرق اللي تصيبوا، أكثر من 20 ألف يعني دي بوان دو كونتاكت ديال الماء ديال البرانشمون. تم لحد الآن يعني الإنفاق ديال 41 مليار ديال الدرهم بالأصل ديال الهدف اللي هو 50 مليار ديال الدرهم. إنجازات جد مهمة. البرنامج يعتبر تفعيلا للرؤية الملكية السامية المتضمنة في خطاب العرش لسنة 2015، والذي يتواصل تنفيذه مع إنجاز المشاريع المبرمجة وتحقيق الأهداف المسطرة في أفق 2023. تبقى طبيعة الحال هذا برنامج اللي احنا بغيناه يستمر، وايضا ناخذ بعين الاعتبار كل التجارب اللي تمت في السنوات المقبله. ان شاء الله غادي تكون لواحد الملائمه جد مهمه، لانه كنعرف واحد الندره ديال الموارد البشريه، فبالتالي هذه المشاريع بحال هذه غادي تحاول تكون واحد الملائمه باش نحاولوا نتفاداو ونخلصوا هذه الحاجيات ديال الموارد البشريه. خلال الاجتماع تبين أن البرنامج قام بربط 21 ألف عملية بشبكة الماء ومجموعة من التدخلات الدقيقة في التعليم والصحة والكهرباء القروية، وساهم أيضا في تمويل مشاريع بناء المؤسسات التعليمية والداخليات ومراكز الإيواء وغيرها.